البطوله دي متصممه للانجليز. يعني انت النهارده سكتها سهله. لا غير سكتها سهله. انت النهارده لما تلعب كل ماتشاتك على ويمبلي باستثناء ماتش واحد في روما. لا والمنافسين كمان اللي معاك سيمي فاينل في ويمبلي والفاينل في ويمبلي. انت لو ممكن توصل للفاينل تلعب ماتش واحد لعبته بره. الحكومه البريطانيه والحكومه الانجليزيه وقفت بشكل كبير جدا مع الاتحاد الاوروبي ساعه مشكله السوبر ليج الشهيره، وبوريس جونسون نفسه البرايم مينستر هو اللي طلع وتحدى الناس كلها ان البطوله دي مش هتتعمل، وان لازم ان احنا نحارب مع الويفا. يعني انا حاسس ان في جزء من رد الجميل خاصه في توزيع الماتشات. عارف بس دي قرعه برضه، يعني ممكن كانت اسبانيا اللي تلعبهم مثلا، لو كانت اسبانيا طلعت مش السويد. بس هم عاملين لهم يا كابتن اول ثلاث ماتشات. انا بتكلم قصدي لا على الفرق اللي بيلعبوها يعني، خلي بالك. لا مش بتكلم على مكان الماتشات، على اللوكيشن يعني. انك تلعب هوم في وجود الجمهور وما بتسافرش كتير في الوقت ده من الموسم في وقت الراحه، ده مهم جدا. يعني في فرق عملت مايلج كبيره جدا وعملت سفره